هي قناة المعرفة، قناة انفو اتش دي جوج. نبداو هذا الفيديو ديالنا بواحد التقديم على المجزوعة الثانية بعد ما انتهينا من المجزوعة الاولى، هي مجزوعة الوضع البشري. نبداو لكم هذه المجزوعة الثانية اللي هي مجزوعة المعرفة، واحسن تقديم لهذه المجزوعة هو كالتالي: إن الحديث عن مجزوعة المعرفة حديث عن مكون أساسي يميز الوضع البشري، ما دامت المعرفة ضرورة رافقت الإنسان في تساؤله عن كينونته الفردية وعن الوجود، بغية فهم مختلف الإشكالات المطروحة بميادين الطبيعة والمجتمع، وذلك هي وظيفة المعرفة كترتيب للحوادث بواسطة الفكر وكتخطيط نظري للفعل والعمل من أجل تفسيرها لفائدة الفرد أو الجماعة. وإذا كانت المجزوءات السابقة قد انصب اهتمامها على الإنسان كالشخص له هوية ومنفتح على الغير ومرتبط بالتاريخ، فإن مجزوءة المعرفة تنفتح على الإنسان من جانب المعارف المحيطة بالخارجي الطبيعي منه والاجتماعي. والمعرفة الإنسانية ليست جاهزة، بل يتم بناؤها وفق علاقة بين الذات والموضوع، وهذه المعرفة لا يمكن أن تستقيم ويقبلها الجميع إلا إذا تأسست على نظريات علمية. والحديث عن النظرية العلمية يطرح إشكاليات على مستوى العلوم الدقيقة، ويزداد الإشكال تعقيداً إذا تعلق الأمر بالعلوم الإنسانية. هنا يمكننا القول أننا في مجال المعرفة سنتطرق إلى ثلاث إشكالات رئيسية، وهي: إشكالية نظرية العلمية ومصادرها وبنائها. هل تقوم النظرية العلمية بجمع المعطيات التجريبية العلمية وتنظيمها، أم أنها نسق عقلي رياضي؟ ثانيا، إشكالية العلمية في العلوم الإنسانية خاصة وأن الأمر يتعلق بمحاولة التفسير العلمي لظواهر إنسانية مع ما يتمتع به الفاعل الإنساني من وعي وإرادة وحرية، فكيف يمكن أن يكون ذاتا وموضوعا للمعرفة في نفس الآن؟ ما طبيعة مفهوم العلمية في العلوم الإنسانية؟ وإلى أي حد يمكن الأخذ بنموذج علمية العلوم التجريبية؟ أم أن إشكالية الفهم والتفسير تجعل من العلمية مسألة معقدة؟ ثالثا، إشكالية الحقيقة باعتبارها غاية كل معرفة علمية أو إنسانية، هل هي حقيقة معطاة أم أنها بناء؟ وكيف يمكن أن نتعرف على الحقيقة إذا كنا لا نعرف ما هي الحقيقة؟ هنا نكون قد سلينا، نشوفوا في فيديو جديد دي طيب في هذه المحاور إن شاء الله.